السلام عليكم. سلام يا سيد. يا شريف، يا عم عامل ايه؟ الحمد لله. يا صلوحه، عندك امتحان بكره زينا ولا ايه؟ عندي اهو. قرنيش بقى. يا جماعه انا نسيت حاجه نجيبها، بس روح صالحه اخلص يلا انجز يلا بالراحه. يا شريف، انت لو كل مره هتشوفني هتعمل كده مش هاجي تاني. في يا صلاح، انا رايح اجيب حاجه وجاي تاني. مش عليا، انا مش عارفك امبارح يعني. بص، انت ليك حق تزعل ماشي، بس زي ما انا محقوق لك انا كمان ليا حق عندك، وانت كان المفروض تسمع مني. بص، انا يومها كنت مسيكب، دنيا تانية كانت عماله تحصل قدامي، وبشوف حاجات من 10 سنين واكتر كمان. فيعني هتلاقي سلمى دي انا كنت شايفها عيله صغيره وعامله في يونكات فاهم؟ يعني هتزعل من حاجه ايام ما كنا عيال؟ وبعدين انت بالذات يا شريف، انت كنت كل يوم بتجي لنا بتقول لنا انك بتحب واحده جديده. فاكر ساندي اللي كنت بتحبها في اولى ابتدائي؟ ونوران دي انت بتحبها عشان هي كانت بتطلع الاولى. وفي ملك، ملك دي انت كنت خلاص يا صلاح، خلاص افتكرتهم كلهم. عيب يا شريف، يعني احنا اللي بينا اكبر من كده، انت عارف انكم يعني ما تهزرش بيتكلموا. وانت وسلمى مش بس اصحابي يعني وعشره عمري، انتوا عيلتي. انت عارف اني ماليش عيله غيركم. ماشي صراحة، خلاص يعني تمام. تمام. طب يلا يلا يلا. ايه بقى، مش هتروح تجيب حاجه؟ فيها صراحه انت عارفني امبارح. ما انا بفهمك بس، تعال. بقول لك ايه، هي فين ملك دلوقتي؟ انا ما شفتهاش من ساعه ما مشي. ملك دي بقت بطل دلوقتي، عامله لي فولو على فكره. ما تبعت لي كده. طب صالحني عشان ده منجيجو. مش الدرجة دي. انت تمام؟ الف 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 مبروك. فارس صدرك كده ليه بس؟ انت تمام؟ خلاص يعني؟ ما تقفرش يا شريف، ما خلاص يا شريف ما تقفرش. جبت لك الاكل. شكرا يا ماما، ربنا يخليكي. عايز حاجه تانية؟ الله تسلمي لك يا بابا. برافو عليك يا شريف.